كابتن امين، بنرحب بيك في الويلكم. كلمنا عن اخر استعدادات منتخب مصر لتصفيه كاس العالم. طبعا احنا بدانا امبارح اول يوم في المعسكر، كان عندنا ياسات النهارده اول تمرين باسكت الصبح، عملنا تمرين تاني بالليل، وبعد كده معظم الايام الصبح بالليل اللعيبه كلها مركزه. يمكن هدفنا كل واحد ان احنا ان شاء الله نوصل كاس العالم، بس ده خطوات او الخطوه الويندو الجاي ان شاء الله، كمان اقل من 3 اسابيع في اسكندريه في قصاد برج العرب. يمكن مركزين اكتر حاجه في اول ماتش، طبعا هو اهم ماتش، واخدين كل ماتش بماتشه. ماتش غالي، يمكن ليه طابع خاص، بالذات ان احنا دي الماتش الوحيد اللي خسرناه في الويندو الاولاني، كان على ارضهم. الماتش الويندو ده كله المره دي على ارضنا، فان شاء الله يبقى الجمهور ليه حافز يعني، ودور ان احنا نوصل لكاس العالم ان شاء الله ونقدر نفوز بالثلاث ماتشات دول. ايه اللي اختلف منتخب مصر دلوقتي يخلي الناس متفائله بالوصول لكاس العالم؟ ايه اللي اختلف عن الفترات السابقه عن السنه اللي فاتت؟ حاجات كتير، يمكن اولها اهتمام الاتحاد بالمنتخب وبالدوري. يمكن الدوري بقى اقوى من اقوى الدوريات في افريقيا وفي الوطن العربي. في لعيبه كتيره زي عاصم مرعي مهم جدا للمنتخب، بقى له كام سنه ما جاش، طبعا اضافه كبيره قوي لينا. في لعيبه من المجتمعات برضو، اثنين لعيبه جامعات، علي خليفه وادم، ممكن الاثنين ان شاء الله يبقى ليهم دور يساعدونا. معظم اللعيبه اللي في الدوري معظمهم موجود الحمد لله، المره دي ما فيش اصابات، كان دايما بيبقى عندنا اصابات. في بطولة افريقيا اللي فاتت انس كان معانا بعد اول ماتش، بعد اول 10 دقائق تقريبا جاله اصابه في كتفه، فكان يعني عندنا حاجات الاثنين يعني، كان ساعات حظنا وحش مع الاصابات، كنا احنا مقصرين. فان شاء الله المره دي يعني يبقى الحظ معانا واحنا عاملين اللي علينا ان شاء الله، وربنا يكرمنا. كل اللعيبه موجوده وكلهم ان شاء الله رجاله يعني، ويساعدونا ان احنا نوصل كاس العالم ان شاء الله. شايف مستقبل كره السله المصريه ازاي؟ يعني احنا هل في تطور ملحوظ فعلا، او يعني هل احنا لسه بعيد، ولا التطور ده دلوقتي خلي ان خلاص لا اتطورنا بما فيه الكفايه ان احنا نقدر ننافس بقى كمان على ان بقى الفريق الاقوى في القاره؟ لا طبعا، ما لسه طبعا في ممكن يتطور اكتر، بس طبعا اتطورنا وده باين في الويندو الاخراني، ان شاء الله نقدر نبينه اكتر في الويندو الجاي، بس طبعا في تطور كبير ممكن نعمله الفتره الجايه. زي ما قلت في الاول ان الدوري اتحسن كتير، وان شاء الله يبدا بقى ده يعكس نتائجه على المنتخب الفتره الجايه. ايه سر تفوق الاهلي السنه اللي فاتت في البطولات، وايه اللي اختلف عن السنه اللي قبلها؟ يعني السنه اللي فاتت دي الاهلي حصد كل البطولات، اللي قبلها الاهلي كان اخد المرتبط بس، فايه الفرق؟ ايه اللي فرق في الاهلي من السنه اللي فاتت السنتين اللي فاتوا بعض؟ على طول على طول. يمكن من اهم الحاجات ان احنا اتعلمنا من الخساره بتاعت السنه اللي قبليها، يمكن دايما لما بتخسر بتتعلم، ودي اكتر حاجه استفدنا منها. وصلنا تقريبا معظم الفاينالات وخسرنا، السنه دي اتعلمنا كلنا كلعيبه من الاخطاء اللي احنا عملناها السنه اللي قبليها. يمكن اخدنا على بعض اكتر، كانت اول سنه لعيبه كتير زي عمرو الجندي، مهيب، عزب، عمر طارق، فاول سنه كان اول سنه نلعب مع بعض. السنه اللي بعديها كنا قاعدين على بعض اكتر، طبعا مع كوتش جوستي جه اتمرنا كتير، كان عندنا اعداد كويس قوي، بدا بالبطوله العربيه خدنا بيها خبره، لعبنا مع بعض، كسبنا مع بعض، ادتنا ثقه كبيره قوي ان احنا نكمل السيزون. بعد فوز المرتبط كان بالنسبه لنا اهم حاجه ان احنا نكسب الكاس والدوري طبعا عشان نلعب بطوله افريقيا. الحمد لله ربنا كرمنا كل بطوله تاني السنه اللي فاتت.